وكتميزك يمكن تقولنا على المسار ديالك انت وكيفاش بديتي مع ميتو وشنو اسمها؟ اسمي مصطفى التنقيط. انا من طنجة ما بديتش مع ميتو، ولكن ميتو كان هو كأب ديال هذه الرياضة، واحد من الناس اللي دعموا بزاف هذا الشباب، وحق الله الله يزيد من تيرو علاش هذه الرياضة هذه شريفة وقديمة بزاف. ولكن ميتو عمل واحد عمل جبار اللي عاونوا بزاف ديال الناس ما عرفوش، اسمح لي ما عليك بالصوت على خاطرش سالت العالم كامل بالعروض ديالي وبالرقم الجينيس كنمشي فوق الحبل. ولكن قبل ما نمشي فوق الحبل حتى انا بديت في هذه الرياضه، هذه الرياضه ديال الاكروبات، بديت في طنجة. واخا عندي اسره من العرايش في حياتي كما كنت في السوق خروج صغير. شنو سنه بديتي الرياضه؟ شنو سنه؟ صغير بزاف، 86 86 87 بديت، كنت باقي صغير 11 سنه 12 سنه كنت عندي. وبوز واحد المرحلة صغيرة مشيت لأوروبا، فرصة كانت عندي واحد الفرصة باش نمشي لواحد الأكاديمي أكبر، ثاني أكبر أكاديمي في العالم، سميتو جورج وسميتو. وديك الفرصة فين هي؟ فين؟ في إنجلترا؟ فين؟ في إسبانيا. في إسبانيا. في إسبانيا، وتعطيني ديك الفرصة. شنو مدينة؟ شنو مدينة كتوجد؟ أورينسي. أورينسي أورينسي النور ديال إسبانيا. النور ديال إسبانيا. حاليا ما بقاتش في المدرسة شدت، والحلم ديالي كنقول بأن نجي للمغرب إن شاء الله ونعمل واحد الأكاديمي. والمدارس كادو بحال اللي عندو كيعلم الشباب، انا باغي نرجعهم محترفين باش عندنا واحد الخبره عالميه، واحد الخبره تعلم على الناس في المستوى ديال السيرك دي موسكو في امريكا، 10 سنين في امريكا، في اليابان، في جامع اوروب. ولهذيك ديك الخبره اللي عندنا كنقولو حرام نمشيو غدا نمشيو من الدنيا وما نجوزوهاش للشباب والجيل اللي جاي. ولهذا ان شاء الله في المستقبل الله يزيد امثال ميتو. وراه كاين بزاف الناس لانه شنو كنت تقول على هذه المناسبه ديال افتتاح هذه المدرسه ديال اكروبات؟ يعني اول مدرسه اللي في المغرب اللي غتكون مدرسه يعني احترافيه الا بغيت تقول. وبالنسبه لك انت علاش كيبغي لك هذه اول مدرسه في العرايش حقيقه؟ وكنتمنى تبقى تبقى مع الشعب في المستقبل تزيد المساعده مع عند المسؤولين مع عند الناس اللي ديجا كانوا في هذه المدرسه ديال ميتو، حتى هما يساعدوا من عندهم من برا باش تكون واحد المعاونه للشباب في المستقبل. علاش الرياضه في اي حاجه كتنهي الشباب من الضرر، يخرجوا من الشارع يكونوا متشردين. ولهذا الرياضه دي شريفه، كنتمنى تكون في المستقبل تزيد وتحسن. نعم، لاحظنا بان ميتو يعني بالاخص بالنسبه للاطفال فيهم شابات وشبان يعني كيمارسوا هذا، وهذا مزيان يعني ان كيدمج جميع الاطفال يعني سواء كانوا اناث او ذكور. يعني باش يمكن تقول يعني في الادماج ديال اخص بالنسبه للفئه ديال الاطفال، لان المدرسه في الاول كتعتمد على الفئات العمريه من الصغار وداك الشيء. ما شاء الله على ميتو، ماشي فعلا ماشي ذكورات في كل شيء، ولكن خصهم الابتداء ديالهم هاد الاولاد فين كيمشيو يخرجوا للزنقه كيعاونهم هو كيكشفوا في هذه الرياضه. واحسن مثال هو بان بزاف من ذاك الشباب مشاو بعاد كاين في جميع انحاء العالم. ولهذا كنشكروا ميتو على هذا العمل الجبار اللي قام به. نعم، وهذا كنت اسفوا لانك المدرسه اللي قلتي الاكروبات يعني في اورينسي تسدات وديك الشيء ما عرفناش الاسباب. علاش الاسباب ديالها كانت سياسيه والدعم ما كانش فيها، ولكن الحمد لله كاينين الشباب اللي خرجوا من تما بحالي انا، كان ان شاء الله في المستقبل نحيوها لا في اسبانيا ولا في المغرب، ولكن خصوصا في المغرب. الحلم ديالنا هو نعملوا اكبر ثاني اكبر مدرسه ديال السلك اللي هي في العالم تكون في المغرب، علاش عندنا بزاف الشباب اللي محتاجين هادشي. نعم، وبالاخص ان كاينه الجامعات اللي كدمج بزاف ديال الرياضات المتنوعه. يعني هذه الجامعه هذه يمكن تكون مناسبه يعني باش تدعم كيفاش كتشوف الجامعات والمؤسسات الرياضيه تدعم هذا الشباب وهاد الاطفال اللي كيمارسوا هذه الرياضه؟ هذا هو الحلم ديالنا، نشوفوا جمعيات تكون يزيدوا يدعموا، علاش الشباب كاينين بزاف. ولهذا كنتمنى يكون الدعم الدعم ديال المجتمع المدني وكذلك المؤسسات والجامعات، الجامعات الرياضيه بحال الجامعه ديال الجيمباز المعروفه، جميع الجهات من المدنيين من المسؤولين من
الاشخاص اللي جازوا عند ميتو يكونوا يقولوا بسم الله علاش حنايا دعمونا في السوق ديالنا وخا يوقفوا معنا حتى حنا نعملوا حبه درهم من هنا وشويه بشويه تحسن.